عقد مجلس النواب جلسته 23 برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس. وخلال الجلسة الاعتيادية تم استعراض رد وزيري التربية والتعليم والطاقة على عدد من الأسئلة النيابية، كما وافق المجلس على مشروع قانون النظافة العامة، فيما تم تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية العمالة السائبة شهرا إضافيا. الهدوء خيم على أجواء جلسة النواب 23 التي بدأت باستعراض رد وزير التربية والتعليم على سؤالين نيابيين بشأن إنشاء المدارس في منطقتي الجسرة والهملة وإشراف الوزارة على رياض الأطفال. الآن فيه 10 مدارس ضمن برنامج عمل الحكومة، وكذلك الوزارة مستعدة وأيضا تقوم بجهود في تطوير قدرة استيعابية داخل المدارس فيما يتعلق بالمباني الأكاديمية. اليوم في مملكة البحرين أكثر من 133 روضة، إضافة إلى 8 رياض أطفال الآن أيضا الترخيص في المراحل النهائية. ووزارة التربية والتعليم يعني ضمن المرسوم بقانون لها مسؤولية مع جهات أخرى، فضمن مسؤولية وزارة التربية والتعليم المتابعة وأيضا الرقابة على هذه الرياض. الجلسة استعرضت أيضا رد وزير الطاقة حول خطط الوزارة للاستفادة من الطاقة الشمسية. اليوم عندنا إنتاج فعلي 5 ميجاوات من الطاقة الشمسية في مدينة عوالي، هي توفر الطاقة الشمسية وتمد الكهرباء لجامعة البحرين وجزء من مصبات البحرين. وعندنا مشروع آخر في شركة تطوير توفر 7% من الطاقة اللي تحتاجها شركة تطوير من الطاقة الشمسية. وعندنا كذلك مشروع في هيئة الكهرباء والماء لتوليد 3 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2 ميجاوات من طاقة الرياح، وهذا بيكون أول مشروع كبير من هذا النوع. أما في بند المشاريع بقوانين فقد وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون النظافة العامة. كل دولة متحضرة يجب أن يكون فيها قانون نظافة كامل وقوي ورادع لسلوكيات كثيرة، والبحرين الحمد لله دولة متحضرة حريصة على أن هي تكون دولة نظيفة. إحنا دولة سياحية، عاداتنا وتقاليدنا تحرص على النظافة، لذلك القانون أخذ مدة طويلة. لجنة المرافق العامة والبيئة عرضت خلال الجلسة أيضا تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة 25% من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، حيث وافق المجلس على الاقتراح. مخزون الأراضي بدأ ينضب، ولذلك وجب أولا اعتماد المخطط الاستراتيجي الذي يحدد استعمالات الأراضي، وأتينا بمقترح نتوقع أنه راح يخدم وزارة الإسكان وراح يحد من المشكلة الإسكانية. النواب انتقلوا بعد ذلك للمناقشة العامة التي كانت بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء. تم طلب طرح مناقشة عامة لكي يناقشها أصحاب السعادة النواب في جلسة اليوم، وكذلك إيصال رسالة من المجلس كون ممثل الشعب إلى الحكومة بأن هناك متضررين من الشعب ويجب أن يتم النظر إليهم، ويجب على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن البحريني. كما وافق المجلس على طلب لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة تمديد عملها شهرا إضافيا، وطلب لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة سحب تقريرها لمزيد من الدراسة. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.